بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أعزائي متابعي الفيديو، سوف نسرد عليكم أهم دلالات وتفسيرات وتأويل رؤية الاستحمام في المنام. سوف نسرد الدلالات والتفسيرات المختلفة لرؤية الاستحمام في المنام والبدء مع. ففي حال إذا ما رأى الشخص في منامه أنه يستحم وكان الماء الذي يستحم به ماء جاري، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة، لأن الاستحمام في المنام يكون دلالة وإشارة على التوبة والتخلص من الذنوب، والله أعلى وأعلم. وأيضا في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه أنه يقوم بالاستحمام وكان يستحم بدون ملابس، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المبشرة المحمودة، لأن تلك الرؤية يكون بها دلالة وإشارة أن الشخص صاحب المنام سوف يتمتع بالصحة والعافية بإذن الله، والله أعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص نفسه في المنام يقوم بالاستحمام وكان يستحم بملابسه، فإن دلالة وتفسير تلك الرؤية يكون من الرؤى غير المحمودة، لأن تلك الرؤية يكون بها إنذار لصاحب المنام إنه سوف يعاني من الألم النفسي أو قد يمر بأزمة مالية شديدة، لذا وجب عليه الحذر، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما كان الشخص مريض ورأى في منامه إنه يقوم بالاستحمام، فإن الاستحمام في منام المريض يكون من الأشياء الجيدة ويكون بشرى بالصحة والعافية والتخلص من الأمراض والآلام واستعادة الصحة بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما أيضا من تفسيرات ودلالات رؤية الاستحمام في المنام، فإن الاستحمام في منام الرائي يكون دلالة وإشارة على طهارة قلبه وسلوكه السليم واعتداله وسيره في طريق الحق والابتعاد عن ما يغضب الله، والله أعلى وأعلم. أما عن دلالات وتفسيرات رؤية الاستحمام في منام الفتاة العزباء فهي كالآتي: ففي حالة إذا ما رأت الفتاة في منامها إنها تستحم أو تقوم بالاستحمام، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المبشرة المحمودة، لأن تلك الرؤية دلالتها وإشارتها إن تلك الفتاة فتاة طاهرة نقية القلب، لا تحيد عن تعاليم الله عز وجل ولا تفعل ما يغضبه، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بالاستحمام بملابسها، فإن تلك الرؤية تكون بها دلالة وإشارة على زواج الفتاة القريب، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بالاستحمام بدون ملابس ولكن لا أحد يراها، فإن دلالة تلك الرؤية وتفسيرها يشير إن تلك الفتاة سوف تتخلص من الهموم أو المشكلات، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم تفسيرات ودلالات رؤية الاستحمام في منام الفتاة العزباء. أما الآن فسوف نسرد عليكم أهم دلالات وتفسيرات رؤية الاستحمام في منام السيدة المتزوجة. ففي حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بالاستحمام بالماء الدافئ أو الساخن، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة المبشرة، لأن تلك الرؤية تشير وتدل إن تلك السيدة المتزوجة تنعم بالحياة الزوجية المستقرة والاستقرار في حياتها، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بالاستحمام مع زوجها، فإن تلك الرؤية أيضا تكون من الرؤى المحمودة والمبشرة، لأن تلك الرؤية تشير وتدل إن تلك السيدة المتزوجة على وفاق كبير مع زوجها، وزوجها يحبها كثيرا ومتعلق بها بشدة، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير ودلالة رؤية استحمام السيدة المتزوجة في المنام بكامل ملابسها، فإن تلك الرؤية يكون دلالتها وإشارتها إن تلك السيدة سوف تستطيع تحقيق ما تتمناه من أهداف وطموحات في الوقت القريب بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تستحم في بركة ماء راكدة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من الرؤى غير المحمودة،
لأن تلك الرؤية بها إشارة وإنذار إن صاحبة المنام تقوم بفعل ما لا يرضي الله، أي إنها قد ترتكب فاحشة من الفواحش، وليعوذ بالله، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا مرات السيدة المتزوجة في منامها إنها تستحن بالتراب بدلا من الماء، فإن تلك الرؤية أيضا تكون من الرؤى غير المحمودة، لأن تلك الرؤية بها دلالة وإشارة إن السيدة صاحبة المنام سوف تقع في كرب ما أو سوف يصيبها الحزن، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم دلالات تفسيرات رؤية الاستحمام في المنام، سواء منام الرجل أو الفتاة العزباء أو السيدة المتزوجة. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.